سيادة المحافظ مساء الخير يا فندم. وعلى السادة المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك سيادة المحافظ. يعني خلينا نتكلم الاول عن الاجتماع وخطوطه العريضه. لما السيد الدكتور مصطفى مدبولي بيوجه حضراتكم كمحافظين بضروره التواصل معه شخصيا بدون وسيط فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه عمليه التوريد، هذا التوجيه يعني يستلزم ان احنا هنا في البرنامج نطرح سؤال، طب ايه هي التحديات اللي بتواجه عمليه توريد القمح؟ هو طبعا دوله رئيس الوزراء النهارده في الاجتماع كان اهم ملف بنتكلم عليه هو ملف الاقماح وتوفيرها وتوريدها والمستهدف من الخطط اللي موضوعه للتوريد من كل محافظه. وطبعا حضرتك عارف ان دي قضيه امن قومي مصري هامه لينا كلنا. وطبعا دوله رئيس الوزراء احنا دايما متعودين ان في القضايا الهامه ودايما بنتواصل مباشره مع دولته اذا كان في بعض المشكلات اللي هي بتعترضنا او بعض المشكلات اللي احنا مش عارفين نجد ليها حل، وده دايما توجيه سيادته عاده لينا في ازمه كورونا، في بعض الازمات الهامه جدا كنا بنتواصل مع دولته على مدار ال 24 ساعه وبتتحل مشكلات كتير في هذا الامور. طبعا اذا كان في مشكلات قابلتنا في القمح، انا بالنسبه لي في محافظه الشرقيه يا استاذ عم عندنا الحمد لله نسب التوريد دلوقتي داخله على 90% من المستهدف. الحمد لله الامور عندنا كنا مخططينها بصوره جيده جدا، اشتغلنا على الملف بصوره جيده في تنسيق تام مع السيد وزير الزراعه والسيد وزير التموين، وده اللي ادى ان المستهدف في محافظه الشرقيه اللي هي اكبر محافظه زراعه قمح فيها 423 الف فدان واكبر مورد للقمح في مصر الحمد لله المستهدف ليه 761 الف طن، فده اللي ادى الحمد لله ان الامور جيده. المشكلات عاده اللي كانت بتقابل توريد القمح هو توفير التمويل للفلاح او للتاجر انه ياخد فلوس على طول، انما اقفش قصاد الشوان او الصوامع بالايام عشان يخش يسلم الشحنه بتاعته. كل الحمد لله كل ده تم انهائه تماما وصوره جيده جدا، والحمد لله لغايه دلوقتي امورنا احنا في محافظه الشرقيه ماشيه بصوره جيده جدا. مساله احتفاظ البعض بالقمح وعدم توريده عن طريق يعني المنظومه الرسميه مع المحافظ، يعني نسبتها قد ايه في الشرقيه تحديدا؟ خليني اقول لحضرتك ان دي ثقافات في بعض التجار وبعض الفلاحين، هو بعضهم بيحتفظ عشان قد يستخدمه مستقبلا كعلف للمشاة عنده، وبعضهم بيستخدمه طبقا لبعض التجار اللي بيقولوا لهم ان الاسعار هتزيد بتاع التوريد فخليهم معاكم. انما في محافظه الشرقيه زي ما قلت لحضرتك احنا لغايه دلوقتي حققنا 90% فما كانتش ملحوظه، هي بعض الحالات البسيطه اللي احنا صادرنا فيها طبعا مجهود كبير جدا مباحث التموين اشتغلت فيه وتم توريد او ارجاع حوالي 40 الف طن رجعناهم كانوا محتفظين بيهم. وبرضه احنا شغالين حملات النهارده، دوله رئيس الوزراء طلب مننا ان احنا نعمل حملات مكثفه في الفتره الجايه عشان اي حد محتفظ يتم مصادره الشحنات اللي موجوده عنده. بشكرك شكرا جزيلا معالي المحافظ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه.